شكو تعالي فهمكم شكو. اليوم الفصل الخامس وهواي طلاب يقولون استاذ احنا ما فاهمين الفصل الخامس. وبهاي المناسبة تعالوا خلينا نقدم لكم الأغنية التالية. أغنية شنو؟ أول موضوع عندنا بالفصل الخامس شباب اللي داخلين ويانا اليوم أول يوم راح نشرح الفصل الخامس حسب النمط الوزاري. وأول موضوع عندنا اللي هو present. إيه present شنو؟ present perfect simple. إيش به هذا استاذ ال present perfect simple؟ هذا ال present perfect simple كل اللي أريد أعرفه إنه الهاف أو الهاز إذا إجا وراها فراغ هذا الفراغ أسويه تصريف ثالث. خلصت السالفة. شلون يعني خلصت السالفة؟ يعني ها هي هذا اللي أريده. زين هذا الحكي إجا بالوزاري، إجا مرتين بالوزاري. شلون؟ قال لنا she has go logan there. أنا ما دام عندي هاز يجي وراها تصريف ثالث للفعل. وأيضا جاب لنا إياها you haven't ومطيني بين قوسين pack it. أنا ما دام عندي كلمة have الهاف يجي وراها تصريف ثالث، إذا يعني الباك أسويها packed. هذا هو المضارع التام. من ما افتهم المضارع التام؟ خليه يشيل إيده. كلها اليوم شطار شطار وكلها ها زين. هذا كم مرة يجي بالوزاري؟ هلا ذن المرتين اللي اجى بالوزاري يعني نقرا ضروري من 2000 هي ما يسوى حتى ما تقضين عليها وقت. هو الهاف والهاز وراها تصريف ثالث. ما نقول انه راح ياخذ وقت هواي. ها هسه انت قاعده يمي الهاف والهاز اذا اجى وراها فراغ الفراغ تصريف ثالث. يعني معقوله ما حفظتيها؟ لا استاذ. من عنده سؤال؟ اوكي ما حد عنده سؤال. ننتقل الى موضوع ثاني. شو استاذ هذا الموضوع؟ هذا الموضوع شباب شو يقول؟ شنو هاي؟ يقول اي شو يقول؟ 1 2 3 يقول عندنا الفاعل. ايش بيه الفاعل؟ الفاعل يجي وراها هاف بحالة المفرد هاز. اي وبعدين بعدين نخلي ورا الهاف والهاز الجاست او الاوريدي او النفا. اي وبعدين وذن الثلاثة يجي وراهن تصريف ثالث للفعل. اوقف 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 استاذ اوقف. هنا تسكب العبارات. سأفهمها. هذن الثلاثة يصير عينكم عليهم. أي وقت يجن ذن الثلاثة قاعدتهم فاعل هاف وجست وتصريف ثالث. يا بشلون؟ أنا قلكم شلون. خلينا ناخذ الوزاريات اللي إجن بالوزاري. وهنا تعالوا خلينا نشوف الوزاري. الوزاري شبابنا الأعزاء هاي الجملة الأولى وهنا محتاجين ضحية حتى نشتغل عليها. يعني فما تحكي علي أستاذ إذا غلط طبعا أحكي علي. يلا سماع عدنان قدامك أول مضحي بلي أستاذ. سماع عدنان موجودة. سماع عدنان بليستاذ. سما عدنان هنا عندنا جاست يقول لي اخذ هاي الجاست خليها بالفراغ. تمام؟ اي خوش. أي. انت تصعدين للجدول تطبقين قاعدة الجاست كلها تخرطيها فرق. اي سما عدنان شنو هي قاعدة الجاست؟ استاذ انزل الفاعل اللي هي يو. ربي ها. ربي اي يا الله. اوك اوك. قالت الفاعل يو. زين هذا 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 والله كانت صغيره من بينها او لابسه نظاره. يعني هذا كله ما مبين استاذ. والله لابسه نظاره وما شفته. نزل الاي استاذ. احكي استاذ وانت حكيت بعد تحكي. نزل الاي. نزلنا الاي واخلي الهاف. نزلنا الهاف. اخلي الجست
خلينا الجاست. وين الفعل؟ وش تخلين وراه؟ اخلي فعل وين تصريف الفعل؟ ثالث. وين الفعل؟ اوقف استاذ، خلي دوره. ايش قايل لك هنا انا؟ after you استاذ، لازم انا اخلي اختار الفعل. هنا ايش قايل لك؟ correct complete كومبليت. اكمل. اذا لقيت كومبليت يعني خلي فعل من عندك. ايه اذا تعرفين تسوين فعل من عندك لو لا، لا تاخذين الفعل الموجود بالجملة. من هو الفعل الموجود بالجملة؟ that book after you برو. that هاي البرو تصير تصريف ثالث، برو اس. مو زين شغلك، زين فاشل. استاذ، يعني اشتغل اخذ الفعل من بعد يعني قبل الفراغ؟ من الجملة، إذا الفعل لقيتيه بالجملة تاخذيه وتشتغلين عليه. يعني وين اي مكان، يعني كان قبل الفراغ او بعد الفراغ مو مشكلة، ما تبقين ورا اي الفراغ. فعل احطه. بويا الفعل بالجملة تاخذينه، شنو قرر بعد الفراغ؟ بعد الفراغ ماكو أصلا فعل بعد الفراغ. استاذ هاي يعني هذا شنو استاذ قاعد تجول؟ يا رجال خلينا نشوف هاي ايش بيش سما. شكو استاذ وياك هسه مو ورا الكومبليت ماكو جملة المكتوب بيها اند هاي اند هاي ورا صيغة هاي صيغة السؤال. هاي كلها صيغة السؤال؟ اي والله ما تدرين، ما لا تدرين. والله استاذ هسه يلا 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 ان شاء الله. ها استاذ هاي الاسم لونا علي. هاي لونا علي شلون سؤالك؟ استاذ هاي الاسم من جبناها؟ هاي حلمود المعنى يصير حلو، اذا ما كتبتوها ماكو اشكال. اكو واحدة شايف هنا فاتحة ما يلا مال الله. طبعا انا مال الله مو وقت تحول في شيء. شلون؟ مو البوك تتحول في بوك، البوك تتحول في نيشت والضمير يتعاد عاد لنا غير عاطي. لا حبيبي حبيبي، هنا أنا يقول لك ضع فعل يناسب الجملة. تعال يابا خلينا نشوف احنا ايش عندنا بالجملة. عندنا بوك، شنو يعني بوك؟ البوك معناه كتاب، الكتاب انت شو تسوي له؟ تقرأه read it، تختمه finish it، تستعيره borrow it. وصلت الفكرة؟ زين انت ليش هسه يعني استاذ بس هو بالجواب النموذجي لا حبيبي حبيبي حبيب قلبي عيني قلبي عزيزي ماكو جواب نموذجي استاذ. هاي 2015 يمكن دور اول حبيبي، واذا 2015 دور اول اذا كتبت انت من عندك ريدت هم يكتبوا يطوك صح، يعني هنا انت ما مقيد بحل واحد. زين سؤال استاذ، اذا الفعل اللي انا خليته مو موال معنى الجمله. يا سارة احمد. نعم استاذ. ما دام انت فاتحه مايك سارة احمد، اجتنا هاي الجمله. هاي الجملة أول مرة أريد نفتهم شي يريد من عندنا. شنو هاي وين راحت؟ أي وين أعطينا مجال، أعطينا مجال، كلها من ورا مال الله. هذول الطلاب اللي يتكوكون مشكلة. يلا يابا هنا يريدنا نختار، نختار عندنا هنا جاست وعندنا هنا جاست. يا بسارة سالفينا يا جاست اللي بيهن صحيحة. تمام استاذ، هنا اردنا لازم نطبق القاعدة. الجاست لازم قبلها فاعل، العفو نعم. فاعل وهاف وتصريف ثالث. خوش، فاعل وهاف وتصريف ثالث. يا هي اللي بيها فاعل وهاف الأولى لأن يعني الثانية بيها بين، فمن آخر هاي انتهينا من الأولى. الجاست. تعالوا بعد خلينا ناخذ مثال علي، من ناخذ مثال عن الجا لا ناخذ على النفا. اخذنا الجاست خلينا ناخذ على النفا. يا ايش بيها النفا؟ النفا 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 وين ويلا... اي هاي يا استاذ هاي النفا بهذا الموضوع شلون نفرق عن الموضوع اللفا والنفا هذه ذاك الوحده؟ عادي هسه هسه ولا يهمش. يلا ما دام انت حكيتي اول مره تعاي بويا هنسولف. يقول لك اخذي هاي النفا حطي لي اياها بالفراغ. شنو قاعده النفا يمه؟ نخلي فاعل اللي هو اول كلمه ايو، واذا خليتي اي ماكو اشكال، واذا خليتي يو هم ما راح يحاسبوك. اي ونخلي هاف هاف ونبا نبا و...
وهولد. تصريف الثالث مالت الهولد. هل هي ايدي؟ هيلد. ليش ما تحفظون الشواذ؟ بس انا ما حفظتها. هسه اذا كتبتوا لهنا مال الله، اذا كتبت لهنا يعطيك درجه كامله، تريد تكملها بعد هاي من عندك يعني كرم من عندك اذا انت تريد. استاذ احنا هسه هاي يومين جبناها الفاعل. هذا. تمام استاذ. طيب انا قال لهنا صح. هي ما تكمل شلون سؤالك؟ هيا سالت وشردت. يا قلت لك صحيح انا. شنو؟ هاي وحدة تحكي على نص وسط المايك. صحيحة؟ لا استاذ الناس عندها ضعيف. صحيحة؟ اي لهنا يعتبر جواب صحيح. تعال يا استاذ هاي خلصنا؟ لا ما خلصنا. شكو بعد؟ اكو عندنا افا. يا ساتر استر شنو هاي الافا؟ هاي الافا نلقى بالبدايه هاف ونلقى ورا الهاف فاعل، ورا الفاعل نخلي افا، ورا الافا نخلي تصريف ثالث للفعل. بس شرط شنو؟ بنهايه الجمله تخلون علامه الاستفهام. زين وهاي هاي تخلون بالاخير نقطة. استاذ استاذن يم يحاسبون عليهم؟ النقطة وعلامة الاستفهام؟ اي والله هنا انت والمصحح مالتك. اذا المصحح مالتك طيب يعني اي يعني هنا هن الاثنين نفس الموضوع؟ شنو الاثنين نفس الموضوع؟ شو السالفة؟ يعني هسه الايفا وهذيك ما يخلي الفاعل والهاب والهاز والجاست هو نفس الموضوع بس قاعدته تختلف. يلا ركزوا وياي خلينا نشوف شلون اجتنا الاذى. الاذى تجينا في يعني هي لها قاعدته اسلاميه. هاي شبيك يعطينا مجال. زين خل اعطيكم كتيم. سد المايك شباب. لا استاذ. يلا شباب يلا شباب سدوا سدوا المايكات خلينا نشوف. شنو نشوف استاذ؟ مثلا هنا جايب لنا اياها في حاله الاختيارات. طيب نروح الى اسراء ما دام اسراء فاتحه مايك. اسراء هنا نخلي افا لو نفا بالاخير ايش عندك انت اسراء؟ لا واذا لقينا علامه الاستفهام شو نخلي افا لو نفا؟ افا. اذا راح نخلي افا. عيدها استاذ عيدها عيدها ما افتهمنا. تعال نفهمكم هنا وين نروح؟ ابتهال. نعم ابتهال موجودة موجودة. ايش بيش لا تخبط شي غير منتظر تبتسم. لا يعني شلون مثل الوحدة المتعاركة؟ بالعكس قاعدة وحدي. يلا ابتهال سالفينا. ايه لا عندنا فاعل عندنا افا. طبقي لي قاعدة الأفا، طبقي لي قاعدة الأفا. خلي هاف. خلينا هاف. يو. يو. أفر. نكمل نخلي علامة الاستفهام. ليش الطفرين؟ ليش الطفرين؟ ها. عيدي، عيدي من البداية. نضيف الهاف. حطينا الهاف. ننزل الفاعل. خلينا الفاعل. نزل الافا. خلينا الافا. شو يجي ورا الافا؟ تصريف ثالث. تصريف ثالث. شنو التصريف الثالث ابتهال مالت السليب؟ سليبت. لا. سليبت. سلبت. سلبت. مو زينة. ابد 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 مو زينة ابد. التصاريف التصاريف ما احفظها ما جاي احفظها. والله مشكلتك. هسه تنزل الكلمه نفسها وتنزل علامه الاستفهام. لا يا والله يا عمي انت ما انت اي مرحله من مراحل الحل مالتك اذا حصلت صفر خلاص هاي شغلتك لاك فطين. وين راح نروح هسه؟ والكلمه نفسها تصريف ثالث. يلا يا ابويا وين نروح؟ الى غدير بلال. نعم استاذ. هاي نايمه هاي غدير. لا استاذ قاعدة سالفينا.
استاذ ننزل اليوم. شو تنزلين اليوم؟ هو شنو الموضوع اصلا عندك؟ عندنا ايفا. عندنا ايفا، شنو قاعدة الايفا؟ ننزل اليوم قائم. صفر صفر، ليش فاتحة مايك لعد؟ هبة عبد الواحد. هبة عبد الواحد. يلا هبة. ننزل الهاف. نزلنا الهاف. يو. يو. ايفا. ايفا. تصريف ثالث. تصريف ثالث مالك الرايد، شنو هو؟ روت. ريدن. ردن ردن هاد هيد هدن رد رد ردن هاي محفظناها مدرس. اوكي خلصنا من ذني، تعالوا خلصنا استاذ؟ لا ما خلصنا. شنو هو؟ اذا لقينا بنهاية الجملة يت بيها علامة الاستفهام راح نسوي؟ راح تخلي هاف زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث للفعل. اما اذا لقينا بس هاي تصريف ثالث للفعل هاي من ضمن الجملة اسف. اما اذا لقينا يت في نهاية دقيقة، اما اذا لقينا في نهاية الجملة يت بس ما بيها علامة الاستفهام، اذا لقينا يت بيها علامة الاستفهام نطبق هاي القاعدة. زين اذا لقينا استاذ يت بس ما بيها علامة الاستفهام ايش راح تسوي؟ هنا راح نخلي فاعل تمام، وورا الفاعل راح نخلي هافنت، يعني شرط الا هافنت نعم، زائدا تصريف ثالث للفعل. اوقف استاذ، اوقف اوقف اوقف. ها يا بشكو استاذ، مو تدري احنا ناس حبابين وما نعرف هي الشغلات، هاي شغلات مال كبار. شلون؟ تعال نفهمكم شلون. هنا بالامتحان جاب لكم يد، عندي هاي اليد، فهسه راح نسأل من؟ نسأل سارة أحمد. ها سارة أحمد موجودة؟ اي استاذ موجودة. يلا سارة أحمد، هنا شو يريد من عندك؟ تعال يد يريد. اي ادري يد، شو تسوي بها اليد؟ نطبق القاعدة مال اليد، هاي من النقطة استاذ. هاي اليد نخليها بالفراغ، شنو قاعدة اليد؟ نخلي فاعل. فاعل اي. تصير هنا الاي تاخذ هافنت. هافنت. التصريف الثالث مال الفعل صار ناخذه من الجمله كوين. كنون كنون شو تصير نون؟ نون نون ضابط اي ان. جيد هبة الله. نعم استاذ. موجودة هبة؟ نعم استاذ. اوكي هبة 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 هبة. استاذ ما فهمت هاي الجملة راحت. هسه راح اشرحلك اياها دللي بس خلينا نشوف. استاذ شو بس اخذت الهاف ما اخذت الهاز. هو اذا هي بالجزارة كله يجي لها مو بيدي. هنا انا تعال شوفي ايش عندي هذا عندي. استاذ يعني نقضي نطبق القاعدة غير على هاي الثانية ورا علامة الاستفهام اخذنا الفاعل الاي. زين ليش رجعنا على الفعل مال اول جمله؟ مو قال لي كومبليت يعني حط فعل من عندك استاذ. زين هو مو قال ميتك وعلامه استفهام؟ ها مو قال زين ميتك وعلامه استفهام؟ ما عندي هنا 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 علامه الاستفهام بعد اليد. هنا اكو علامه الاستفهام؟ لا. زين لا. اذا ماكو راح هسه شوفي هاي اليد اللي بيها علامه الاستفهام، شوفيها هاي اليد اللي بيها علامة، وراح يقوم بها منتظر الملكي، يلا منتظر. نعم سر. يلا. أنا. أستاذ نزل الهاف. نزلنا الهاف. والفاعل. فاعل. أستاذ هو اليو. أستاذ بعدين تصريف ثالث كلمة بوك. شو تصير؟ بوك استاذ بوكس بوكيت بوك. التصريف الثالث نحط له اس، عمر التصريف الثالث ما صار بي اس. زين استاذ احنا مو الفعل نسوي تصريف ثالث؟ اي استاذ هذا بوك مو كتاب. لا البوك معناها هنا يحجز. يحجز شنو استاذ معنى؟ يحجز 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 يعني مثل هذا فازوع يعني.
يا فاعل يحجز هوتيل، يحجز مو يحجز بالعركة، مو حاجز بالعركة. شلون الصندوق؟ اللهم اني نشكو اليك. يلا يا ابن تعال خلينا نشوف. خلصنا؟ لا ما خلصنا. شكو بعد؟ اكو بعد شيء؟ نعم اكو بعد شيء. خير شكو؟ عيني شبابنا الاعزاء والورود، اذا لقينا فراغ ورا الفراغ لقينا سنس او فور. اعيد، اذا لقينا سنس وفور. ادري هذا ياهو اللي فاتح مايك وحاط حلقه بس يجرش. ابا عبد الواحد اي لزمناش سد المايك. ابا اذا لقينا سنس وفور ولقينا قبل السنس والفور فراغ، اذا لقينا السنس والفور ولقينا قبلهن فراغ، هذا الفراغ استاذ انا شو اسوي له؟ نخلي هاز للمفرد وهاف للجمع زائدا بن زائدا اي ان جي. هذا الموضوع استاذ اجى بالوزاري، اجى بس مرتين بالوزاري. ايش وقت استاذ اجى بس مرتين؟ هذا الموضوع اجى مرتين بالوزاري. يمتى؟ هذا واحد من عندهم. وهسه خلينا من يفتح مايك ونسأله. ستار الكعبي، يلا ستار. المن فاتح مايك ستار؟ هدى الخشاب. نعم استاذ. يلا هدى الخشاب، هنا الاختيار مالتي has been cooking لو cooks. استاذ has been cooking. ليش؟ عندنا شيء مفرد. لا 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 لا، طبقي على صفحة صفر 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 صفر. استاذ يلا محمد موسى. استاذ لقينا فور بعد الفور. عافية، لقينا فور ولقينا قبل الفور فراغ. انا قلت لكم اذا لقيتوا سنس وفور وقبلها فراغ، الفراغ تخلوا له هاف بن اي ان جي في حالة المفرد هاز بن اي ان جي. مو والله احنا لقينا شيء نريد نخلي لها هاز. شلش بهالسالفة هاي؟ تعذرنا عن المقاطعة استاذ. بس سؤال حكى مال الله. يلا مال الله سؤال. ناخذ بعد جملة اجت بالوزاري. شنو هاي الجملة استاذ اجت بالوزاري؟ اجت الجملة تقول they cook it for a day. يلا هنا راح نشوف منو عندنا. هدى 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 هدى، هاي الجملة إذا جتنا بالامتحان شلون تحليها؟ استاذة هدى واحدة كاتبة هدى هدى. أدري أنت كاتبة اسمك وما سويت. شو أسوي لكم بعد؟ هبة عبد الواحد. نعم أستاذ. هاي وحدة كاتبة هد هد حاطة صورة واحد واقف في الصحراء. اسألني. إيه هدى. أستاذ نخليلها هذا. هذا شيء هو. إيه نعم أستاذ اسألني. يلا هدى سالفينا هاي الجملة. وقالوا هبة. أش غير يحكين؟ هدى تجاوبين له لا؟ شو بس هبة؟ بس حكيت أنا. يا بنشوف. هبة عبد الواحد. نخليلها. هبة عبد الواحد. نعم استاذ نعم. يلا هاي بما احنا فور نخليها ها استاذ احنا بين عندنا فور نخلي قبلها شنو؟ they been have been cooking. استاذ ننزلها زي لو عادي ما نزلناها. تردين بس الحل تردين. هاي هاي بقت يمك. طيب ايش قال ان مال الله يدور ويانا يدور ذن الشغلات خطيه؟ ايش بيه مال الله استاذ؟ مال الله يقول افعال الحركه. اول شيء هي مو اسمها افعال الحركه، اللي قال لك اسمها افعال الحركه كذب، مو افعال الحركه. شنو يا استاذ؟ هنا عندنا السي
التصريف الثالث مالتها سين، اللايك التصريف الثالث مالتها لايكت، البي بن انه نان، الليف صي شيل هاي، الليف صارت لبت، صارت لفت. دقيقة ادري بس خلنا اي لفت استاذ الناون ما خليت الان، اسف هم زين قلت لنا بيها نان، الوك الصير صراط. اذني اكو غيرهن؟ نعم اكو غيرهن، بس هن بين الاستاذ مطيك بس ذني لان الاستاذ مالتك يمشي على تمرين واحد. زين تعال خلنا نعطيك اكو شغلات ثانيه. شنو هاي الشغلات الثانيه مال الله؟ عندك اللاف تصير لافت، وعندك النيد تصير نيدد. هذا نسميه الافعال الساكنه. عافيه، هو يسميه مال الله يسميه افعال الحركه. حبيبي هاي مو افعال الحركه. طيب استاذ هذا اللي شنو استاذ هذا اللي ها كود يطبخ استاذ افعال النشطه هو انت انطيتني. حبيبي الافعال النشطه ما تستعمل بالمضارع التام البسيط، انت شلون تستعملها بالمضارع التام البسيط؟ لا بالمستمر استاذ، بالمستمر. حبيبي حليناها بالساعه غير بالمستمر، تعالي من يعترض. استاذ اقول لك انا شنو قصدي؟ شنو قصدي انا؟ هو جانا فور، الفور مو تستعمل بين اثنين، شلون احنا ميزناها؟ عيد عيد هذه الكود مو خلي استاذ نعم بس خلص سالفه يلا سالفه. طب جتنا فور وسين نعم. فور وسين اي فور وسين يجوا زمنيين، المضارع البسيط والمضارع المستمر التام. غلط غلط غلط، المضارع البسيط والمضارع المستمر التام. ويا طو مجال خلي يسولف. زينب على سد المايك. استاذ السينز مو تيجوا المضارع البسيط التام والمضارع المستمر. اي سجلنا نعم والله اتذكرها. هاي السنس والفور ما الله بالك وياي زين، وهذا اللي درسك اياها ارجع قل له يجوز هو غلطان، حتى ليش يعلم هاي الاجيال كلها غلط. هاي السنس والفور ايش بيها استاذ السنس والفور؟ اذا لقينا قبلها، تعرف شنو يعني قبلها؟ لا استاذ ما اعرف شنو قبلها. قبلها خلنا اقول لك يعني هيك، هذا السهم هنا أنا. هنا اي ها هنا هالمكان هذا، إذا لقيت فراغ، هذا الفراغ إيش راح أسوي الأستاذ؟ أخلي بالجمع هاف وبالمفرد هاز زائدا بن زائدا اي ان جي. هذا هاي القاعدة مالته في كتابكم. أما إذا لقينا السنس ولقينا فور، اثنين هن يجان؟ لا واحدة من عندهم واحدة. ولقينا قبلها استاذ شنو يعني قبلها؟ احنا تدري ما نعرف شنو يعني قبلها، يعني هنا أنا. ها شنو هاي؟ هنا أنا. ايش لقينا استاذ؟ لقينا فعل ساكن. شو اسوي لهذا الفعل الساكن؟ اذا لقينا سنس وفور وقبلها فعل ساكن، اخلي له هاف للجمع وهاز للمفرد زائدا تصريف ثالث. استاذ دقيقة انا ما افتهمت، تعال افهمك من الجمل الوزارية. بالامتحان الوزاري قال لنا they cook for a day، وجاب لنا جملة they مو they خلينا نقول the teacher no for a day. تعال يا ابو خلينا نفكر. اي استاذ نفكر ليش لعت؟ انا عندي فور اي عافيه، وعندي قبلها فعل. اوكي انا قلت لك اذا لقيت فور وقبلها فراغ تخلي هاف بن اي ان جي، هاف بن والكوك اسوي لها اي ان جي على حسب الاصول، وكان الله يحب المحسنين. زين اجينا للجملة الثانية، هم لقينا فور بس اجينا للفراغ اللي قبلها لقيناه فعل ساكن. انا اذا لقيت سنس وفور وقبلها فعل ساكن لا ما يصير احط لها اي ان جي،
زين شو تحط لها استاذ؟ هنا انا عندي التيشر مفرد اخلي هاز والنو اسويها تصريف ثالث للفعل، خلينا هاز وتصريف. ليش؟ لان عندنا فعل ساكن. هسه حكيتها بالبطيء انا، ما حكيتها سريع. مال الله انت لا تظل مشلب بشغلات غلط. يعني وخليني اوقف التسجيل. عندنا الهاو ماني، ايش بيها استاذ الهاو ماني؟ هاي الهاو ماني اذا اجتنا، اجتنا بالوزاري مرتين. اذا اجتنا الهاو ماني راح نخلي ايش هاي؟ الهاو ماني اذا اجتنا راح نخلي وراها هاف في حالة المفرد هاز زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث للفعل. هذا الحكي في حالة الفراغات فقط. إذا لقينا الهاو ماني إذا نطبق عليها هاي القاعدة. استاذ شلون؟ دقيقة. شلون؟ تعالوا نشوف الأسئلة الوزارية. هاو ماني. هاي إجتنا بالأسئلة الوزارية الهاو ماني. فهسه خلينا نسأل منو عدنا. يلا هدى الخشاب. نعم استاذ. هدى الخشاب هاي جملة جتنا اختيارات، شو تقولين؟ يا اختيار بيهن صحيح. Have you written؟ ليش يا ذا خليتي have you written؟ استاذ ما عندنا قاعدة ونطبق القاعدة في الفراغات. هاو ماني جوراها هاف وفاعل وتصريف ثالث. تصريف مال الله. عندك اعتراض؟ لا لا استاذ. يعني خاف معترض، خاف الوضعيه ما عاجبتك؟ لا استاذ لا. زين وين راح نروح هسه؟ نروح من عندنا نريد لنا متبرع. نعم استاذ. غدير بلال بساعة خطية قومناها لكن قطعوا الكلام عليها. يلا غدير. نعم استاذ. غدير يا اختيار البين صحيح، have you written لو have you been writing؟ استاذ ادنا هاو ماني نختار have you written. have you written هاي اي اول واحدة. اوكي شباب نتوقف لهنا طلابنا الاعزاء. منو عنده سؤال؟